بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم واستشاراتهم فيما يتعلق بموضوع العودة إلى الطبيعة من غذاء صحي ومنتجات نحل وأعشاب طبية وعادات صحية وكل ما يتعلق بموضوع العودة إلى الطبيعة والصحة والعافية. أيها المشاهدون الكرام، حقيقة الأبحاث في العالم حول موضوع المنتجات الطبيعية على قدم وساق، أبحاث كثيرة جدا، ولو أن هذه الأبحاث معظمها للأسف ليست في عالمنا العربي والإسلامي، مع أنه إحنا أولى الناس بهذا الموضوع، ولكنها تجري في دول مختلفة وخاصة شرق أوروبا وروسيا وغيرها. وكان لي حضور لمؤتمر مؤخرا في رومانيا، مؤتمر عالمي بعنوان العلاج بمنتجات النحل، وحقيقة رأينا أبحاثا كثيرة من مختلف أنحاء العالم من 20 دولة، كل له خبراته ودراساته وإلى آخره. وقد أعجبني موضوع جديد حقيقة، فأحببت أن أنقله إليكم، لأنه هذه الأمور بين إيدينا، لكن لا ننتبه لها، فإذا انتبهنا لها وربما أبدعنا فيها خيرا منهم، لأنه إحنا مسلمين نوحد الله ونتكل عليه ونسأله الفتوحات ونسأله أن يزيدنا علما، فيفترض فينا أن نكون سباقون. من هذه العلاجات الفريدة والجديدة والجميلة فيما يتعلق بعالم النحل الذي تحدثنا عنه في عدة حلقات سابقة هو العلاج بهواء خلية النحل. خلية النحل معروفة، هواء الخلية ذو ميزة خاصة، حيث انتبه من ينقل خلايا النحل في سيارات مغلقة بين المناطق المختلفة اللي بكونوا مع خلايا النحل هذه في السيارات، بعضهم كان عنده حساسية وربو ومشاكل صحية مختلفة، لأنه بيستنشق هواء الخلايا الموجودة في السيارة معه، اتحسن الربو، شفي من الربو أو خفت الحساسية كثيرا. فانتبه هؤلاء القوم لهذه القضية، فقالوا ليش ما نصير نعمل جهاز أو أجهزة خاصة ناخذ من هواء خلية النحل بطريقة فنية ونعالج الناس اللي عندهم حساسية وربو وغيرها. أنقل لكم الآن بعض الصور، أرجو أنه إخواننا يعطونا صور. هذه خلية النحل زي ما أنتم عارفين، الخلايا السداسية الرائعة الجمال والتنظيم والتصميم، سبحان من علمها. هذه الخلايا كما تشاهدون فيها اللي هو العسل، العسل يختم بشمع النحل هذا الأبيض اللي أنتم شايفينه عشان يمنع تبخره ويخزنوه للأيام اللي بيحتاجوها فيها، ولبني الإنسان اللي ربنا أراد لهم أن يستفيدوا من هذا العسل وهذه المنتجات. هذه النحلات تضع العسل وربما تضع غذاء ملكات، هذا غذاء الملكات كما تعلمون ذو اللون الأبيض الشفاف، وفي اللارفا اللي هي النحلة الصغيرة على شكل دودة تسبح في غذاء الملكات. صور أخرى أيضا للنحلة وهي تضع العسل، بالمناسبة هي النحلة تضعه كشراب، يعني بتكون نسبة السائل فيه عالية جدا، بعدين في النحل بصير يرفرف جناحاته فوقها ببخر المي عشان تنزل نسبة الماء من 70% إلى 18% اللي هو بصير عسل، أما أولها بنزل سائل، عشان هيك ربنا قال في القرآن شراب، ما قالش عسل مختلف، قال شراب لأنه بنزل سائل. هنا لاحظوا كيف العيون المختلفة فيها درجات مختلفة من تعبئة العسل، سبحان من علم هذه النحلة. ترون يعني العيون فعلا بألوان مختلفة كما تشاهدون، وحسب عمر العسل الذي هو في الخلايا، اللون الغامق بيكون لسه جديد، اللون الفاتح بيكون ربما بدأوا يضعوا عليه. في صور أخرى المفروض لبيوت النحل
في صور أخرى أرجو أنكم تحطوها للبيوت النحل اللي عليها أجهزة قام بعض المهندسين. هاي الصورة هاي ممتازة، لاحظوا هذا بيت نحل الآن جابوه على المعرض على المؤتمر، وتلاحظون أنه فوقه في زي طبقات خشبية، هذا بيكون فيها شبك، شبك عشان النحل ما يطلع فيه البربيج هذا اللي طالع من الخلية اللي بده يطلع منه الهواء، هواء الخلية طبعا. في بيكون طبقات من المناخل اللي يمكن من المناخل هذه برضو نحط فيها بعض البروبوليس عكبر النحل أو حبوب اللقاح عشان نزيد فاعلية الهواء، يذهب هذا البربيج اللي طالع منها إلى المريض. طبعا يمكن وضع ماتور صغير عشان شفط هذا الهواء، الماتور بدوش يكون قوي جدا لأنه النحل نفسه بتأذى. هذا ماتور صغير، لاحظوا كيف قديش صغير هذا الماتور. هذا كان يضعوه، هذول اخترعوه الألمان وضعوه داخل الخلية، لكن اكتشفوا أنه النحل تأذى حتى من الماتور الصغير تأذى. ولذلك الآن بعض المخترعين من رومانيا هذا مثل هذا، لاحظوا وضع مثل الكوخ فوق البيت عشان هواء في الخلية يطلع في الكوخ، ووضع بربيج والماتور خارج الخلية، يعني البربيج بيذهب إلى ماتور صغير، والماتور الصغير بيكون ناعم جدا ملوش صوت ولا له ذبذبات قوية. ومنها في اللي هي القناع، هي القناع تحت محطوط على الطاولة إذا ملاحظينه، قناع بلاستيكي يوضع على أنف وفم المريض وبصير يستنشق من هذا الهواء. عادة بيجلس ربع ساعة على هذا الاستنشاق، الآن صاروا يتفننوا حقيقة في هذا الموضوع. كيف؟ بضعوا غرف معينة بخلوا الخلايا برا الغرف والبرابيج داخله من خلال الجدران على أسرة بينام عليها وبيستريح عليها المريض، وبكون القناع على أنفه وفمه وبصير يستنشق بهدوء وما بشوف خلايا النحل عشان برضه نفسيا ما يرتعب ويقول لك بجوز يطلع علي نحل ويلسعني. لا، بكون كل شيء برا والمرضى جوا. ممكن يضعوا 4 6 8 10 أسرة مع بعض، وكل واحد له خلايا اللي هي خارج البيت، وبكون ايش في وضع مستريح ومستأنس وبياخذ هالهواء اللي فيه روائح غذاء الملكات وأبخرة البروبوليس وأبخرة حبوب اللقاح وأبخرة العسل وأبخرة سم النحل كمان. فهذا الكوكتيل المتكامل منتجات النحل وهواؤه العليل المفيد الصحي الطبي العلاجي بيستنشق المريض بكل أريحية وبنبسط، وبتقوى مناعته وبتفتح شعبه الهوائية وبحس براحة كبيرة. حتى هناك فوائد كثيرة أخرى غير قضية حساسية الجهاز التنفسي وانفتاح الشعب الهوائية وراحتها. وجدوا، صاروا يعملوا أبحاث، عملوا دراسات واسعة النطاق على 700 شخص من مختلف العلل والمشاكل، وجدوا أنه في قائمة من العلل والمشاكل الصحية اللي بتستفيد. طبعا احنا نركز ونعيد ونقول أنه ما في شفاء دائما على طريقة واحدة، وربما فلان يستفيد أكثر من علان، ممكن فلان يستفيد نسبيا وبحيث أنه منضيف له علاجات أخرى بيستفيد أكثر وأكثر. يعني مش شرط نتربس على طريقة واحدة ونقول هي وبس نتعصب لها، لا، إنما هذه بتفيد طالما الطريقة آمنة وطبيعية وخفيفة ولطيفة ورخيصة وكويسة كما يقولون، نعتمدها بدل ما نضلنا نأخذ أدوية كيماوية بآثارها السلبية. فوجدوا أنه هذه الطريقة بتقوي الجهاز المناعي، ولا عجب في ذلك لأنه معظم منتجات النحل بتقوي الجهاز المناعي. فإذا استنشقنا بخارها وزيوتها العطرية، هذه معروفة، ما في طب اسمه اللي هو الطب العلاج بالعطور معروف، وهذه العلاج بالعطور لما تدخل إلى النفس عن طريق الرئتين والأنف بتتغلغل الذرات الطائرة من العطور إلى داخل الجسم وإلى الدماغ وإلى الخلية الهايبوثالاموس اللي هو تحت الدماغ، ومنه إلى الغدد الصماء في الجسم، وبتحسن أداء الجسم بوسائل هائلة، سبحان من عدد الوسائل. تنين كما قلت بتساعد في إزالة التحسس من الجهاز التنفسي. 3 بتشيل احتقان الحلق المزمن اللي كثير من الناس بيشتكوا منه
ودائما بتنحنحوا وبلغم في حلوقهم وبتغير صوتهم إلى آخره، فهذا بفيدهم أيضا وبحسن الصوت. وجدوا أيضا أنه الناس اللي عندهم شقيقة، صداع الشقيقة أيضا استفادوا على هذه الطريقة. والناس اللي عندهم أرق النوم عندهم متقطع وتعبان وفي توتر وفي كذا، وجدوا أنهم ناموا بطريقة أحلى وأجمل وأفضل ما شاء الله. أيضا وجدوا أنه الناس اللي عندهم إشكالات عصبية، يعني اضطرابات في الأعصاب، ضعف في الأعصاب، ممكن يكون عنده شيء من الأوجاع العصبية في الدماغ وفي الوجه إلى آخره بيستفيدوا. وجدوا الناس اللي عندهم كآبة استفادوا، كآبة. معلوم أنه، وأنا ذكرت في حلقة سابقة، أنه غذاء ملكات النحل في مواد تساعد في زوال الكآبة، وهذه أثبتت علميا الآن ما شاء الله. فبرضه بيستفيدوا جماعة الكآبة. طيب نكمل الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أهلا بكم مرة أخرى، ونذكر مشاهدينا الكرام أن البرنامج انتقل من يوم الخميس إلى الثلاثاء كما تلاحظون. مساء الثلاثاء سنكون معكم إن شاء الله كل أسبوع بدلا من مساء يوم الخميس للعلم، وبارك الله فيكم. ونكمل حديثنا عن فوائد التنفس من هواء خلية النحل. فقلنا إنه مفيد للمناعة ومفيد لحساسية الجهاز التنفسي والشقيقة والأرق، كذلك وجدوا إنهم الأولاد اللي عندهم حركة زائدة هايبر أكتيفيتي سيندروم، اللي عندهم حركة زيادة، هدول الأولاد اللي بتفرجوا على البرامج التلفزيونية غير الهادفة بصير عندهم مشاكل في الدماغ في الأعصاب، بصير عنده حركة زيادة، واللي بوكلوا سكاكر كتير واللي بوكلوا شوكولاتة كثير، هدول الأطفال بصير عندهم حركة زائدة ومزعجة وعدم تركيز وصعوبة في التعلم أحيانا إلى آخره. وجدوا أنه لما هدول الأطفال خلوهم يتنفسوا من هواء خلايا النحل، طبعا كورسات معينة بجرعات معينة مرتبة، وجدوا أنهم استفادوا وهدأوا. ولا عجب في ذلك، فالعسل مهدئ للأعصاب وغذاء الملكات كذلك ومنشطات للجهاز العصبي كما هو معروف. أيضا وجدوا أنهم بعض الحالات النفسية استفادت. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا هناء. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. أريد أن أسأل، هل يفيد العسل في علاج حساسية العين؟ حساسية العين؟ آه. طيب تسمع، سؤال جيد، تسمع الجواب. بالنسبة لهذا السؤال، هذا سؤال جيد حقيقة والناس كثير بيسألونا عليه، إنه حساسية العين إحمرار ودموع وحكة إلى آخره، وخاصة بالصيف وخاصة عند الأطفال، ممكن تكون عند الكبار طبعا. عادة الناس بياخذوا قطرات، وربما يكون في القطرة كورتيزون. طيب استخدمناها يومين وثلاثة وعشرة وعشرين، وبعدين الكورتيزون ممكن يعمل لنا مشكلة لاحقا في العين نفسها، يزيد ضغط العين وبيخليها هشة وأضعف، أغشية العين بتصير أضعف إلى آخره. فممكن استخدام العسل. كيف نستخدمه؟ ممكن استخدامه وحيدا، يعني نخفف العسل بماء مقطر بنسبة معينة. الحقيقة في دراسات عن هذا الموضوع، في ناس خففوه بنسبة النصف، في الربع، في الخمس، في العشر. في ناس استخدموا العسل مباشرة على العين، لا يضر، صح انه بيعمل حرقة وشعطة في البداية، بيحرق العين لانه العين حساسة، لكن لا يضرها.
أنا اقتراحي حقيقة من خلال تجاربنا مع الناس، أنا بقترح أنه نضع ملعقة عسل وفوقها 4 ملاعق مي، يعني بصير العسل 25% تقريبا، وتحرك جيدا وتوضع في قطارة نظيفة وتقطر العين عدة مرات في اليوم، حقيقة أنها ممتازة ومفيدة. إذا بدنا نزيد فعالية هذه القطرة ممكن نغلي بذور الشومر، بذور الشومر تغلى وبعد ما تغلي وتبرد بنصفيها، بناخذ بدل ما نحط 4 ملاعق من الماء المقطر نضع 4 ملاعق من مغلي الشومر على ملعقة العسل ونحركها برضه ومنقطر. معنا اتصال، معنا علا، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا علا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش دكتور بدي أسألك عن الصدفية. نعم، عن الصدفية. الصدفية، علاج الصدفية. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الصدفية لها 20 سنة، يعني ممكن يعني لها علاج نهائي؟ طبعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إن شاء الله. تسمع الجواب دكتور. الله يرضى عليك، أهلا وسهلا. فإذا حساسية العين، مغلي الشومر 4 ملاعق على ملعقة عسل، طبعا انتقوا العسل النظيف الأصلي، قدر ما يكون العسل نظيف وأصلي ومصدره ممتاز بكون أحسن، النتيجة أفضل لأنه فيه مواد طبية حلوة راح تساعدنا في إطفاء الحساسية. ونقطر العين زي ما ذكرت عدة مرات في اليوم، ما بهمنا إن شاء الله بنقطر 20 مرة آمنة طبيعية ولفترة معينة حتى تستقر الأمور وتصير ممتازة مع تجنب مهيجات حساسية العين قدر المستطاع. معنا اتصال، أم راشد، تفضل يا أم راشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألك بالنسبة لدكتور للقولون العصبي. أيوة، بيفيد العسل في طيب سؤال جيد برضو، إن شاء الله نجيبك، نجيبك إن شاء الله. بالنسبة لسؤال أخت علا عن الصدفية، الصدفية طبعا مرض مناعي، مرض مناعي موروث، بصير الطبقة القرنية تبعت الجلد الخارجية تتكاثر 10 أضعاف سرعتها الطبيعية، مما يولد قشورا، احمرارا، جفافا، حكة، وأحيانا نزول دم خاصة إذا كانت في الرأس والإنسان كشطها. فهذه الصدفية اللي هي تفاعل مناعي موروث في العلاجات الحديثة ما في حقيقة إلا دهونات الكورتيزون والمرطبات وغيرها، وربما يعطي بعض الأطباء مثبطات مناعة داخلي، حبوب مثل ميثوتروكسيت وأمثالها تثبط الجهاز المناعي، وطبعا هذه الحبوب لها أضرار بالغة وبعدين مؤقت، يعني اترك الحبوب ترجع الصدفية. شو نسوي؟ في طبعا علاجات للصدفية طبيعية إن شاء الله ممتازة، لكن هذه بحاجة إلى متابعة يا أخت علا، فيا حبذا تتصلي بنا إن شاء الله بعد الحلقة. بالنسبة لأم راشد والقولون العصبي، وهل العسل يفيد القولون العصبي؟ نقول القولون العصبي طبعا من اسمه العصبي، يعني له علاقة بالجهاز العصبي والنفسي، يعني الناس اللي عندهم توتر، عندهم ضغوط نفسية، حاملين السلم بالعرض إلى آخره، عندهم مشاكل بصير القولون يستجيب ويتوتر عند بعض الناس، والمعدة حتى المعدة تستجيب وتتوتر، وأحيانا المثانة، مش في ناس عندهم مثانة عصبية؟ نفس الشيء. فغالبا هذا القولون العصبي إذا هدأت النفسية بيهدأ مع الصوم. لاحظوا كل اللي عندهم قولون عصبي أو غالبهم أثناء رمضان يا سلام بيستريحوا. ليش؟ لوجود علاقة بين الأكل أيضا والقولون العصبي. النقطة الثالثة، المأكولات التي تهيج القولون الحساس زي الفلافل، الفول، الحمص، البقوليات، الباذنجان، الزهرة، القرنبيط والملفوف، وأحيانا البطاطا، أحيانا الحليب وليس اللبن، الحليب عند بعض الناس بتعبهم، بصير عندهم نفخة وكركعة وتشنج في القولون إلى آخره. طيب هذول إيش علاجهم؟ زي ما حكينا الابتعاد عن مهيجات القولون بشكل عام، سواء طعام أو نفسية واضطرابات نفسية. معنا اتصال، أم موفق، تفضلي يا أم موفق. مش سامعة دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أهلا يا دكتور. أهلا فيك خيا. شكرا كثير لمجهودك مع الناس اللي بيسألوك، جزاك الله خير، إن شاء الله تجاه حسناتك يا رب. آمين يا رب، آمين.
تفضل دكتور. بدي اسال سؤالي، انا عندي برشه احيانا ضغط العين، فبستعمل قطره صار لي تقريبا 4 سنوات، هل يا هل ترى ممكن استعمل؟ اذا بتوطي التلفزيون بتحكي معنا من التخلوي احسن لك. ممكن استعمله لموضوع ضغط العين؟ العسل؟ نعم العسل. طيب طيب ان شاء الله اجيبك باذن الله تعالى. عفوا انا مش سامع السؤال. خلص واضح السؤال، واضح، وصل وصل السؤال. طيب جزاك الله خير، الله يحييك، اهلا وسهلا. نعم طيب، احنا نوصي المشاهدين اللي بتصلوا فينا انهم يوطوا التلفزيون، حطوه ميوت ساكن، ويسمعونا من التلفون، لانه بتعملنا هذه اللبكه الاستماع عن طريق التلفزيون، بارك الله في الجميع. الان القولون العصبي، نكمل عن القولون العصبي. كما ذكرنا الابتعاد عن المهيجات ومن الطعام والتوترات النفسيه، هذه بنحل مشكله كبيره. اللي بصوم بصوم نوافل برضه بريح القولون لا شك. والنقطه اللي بعدها استخدام العسل وحيدا بفيد، لكن انا نصيحتي انه نستخدم النباتات الطبيه ايضا اللي ربنا خلقها بتفيد القولون، مثل الكراويه والكمون والكزبره والمليسه واكليل الجبل، كل يعني كثير من الاعشاب العطريه، وايضا منها النعنع والزنجبيل. هذه الاعشاب العطريه غالبا مريحه للقولون والنفس معا، يعني مثلا الخزامه مريح للنفس ومريح للقولون، اكليل الجبل كذلك وهكذا. فاذا غلينا هذه الاعشاب مثلا، عملناها مثل شاي زهورات وحليناها بالعسل الطبيعي الاصلي وشربنا، هيك اكتملت الفائده باذن الله بين العسل وبين النباتات الطبيه، وكلها من خلق الله سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. بنيجي لسؤال ام موفق وقضيه زياده ضغط العين. ضغط العين طبعا، شوف ضغط العين بكون السوائل التي تدور في العين، في سوائل داخله وفي سوائل طالعه، في دوره متكامله في العين، بصير هناك في تضيق وانسداد نسبي في خروج السوائل من العين، فبرتفع الضغط، وهذا بسبب ازعاج للمريض، بين وجع بين غبش في الرؤيه الى اخره، فبيضطروا الاطباء يعطوه موسعات لبعض للمناطق اللي فيها خروج السوائل. معنا اتصال. ام رامي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش خايف الرصيد يخلص، بدي الدكتور. ايوه تفضلي، يلا اسالي اسالي. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكي. لو سمحت دكتور. لو سمحت دكتور، انا عندي بنت اكثر من مره صابها زي تساقط شعر زي الثعلبه يعني. ايوه. بس اخذتها دكتور اخصائي جلديه، حكى لي مش ثعلبه هاي. فيعني تتعالج بعدين تنتقل لمنطقه ثانيه. هسه شو صار عندها؟ تساقط بالحاجب. فما بعرف شو السبب او شو العلاج. كم عمرها؟ كم عمرها؟ خلاص راح. طيب نجيبك ان شاء الله. الان معنا الاستاذ احمد الخطيب، تفضل. تفضل يا اخ احمد. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا اخي. لو سمحت دكتور، بدي اسالك عن مرض البواق، يعني الاطباء بيحكوا انه ما له علاج الصيادله. فبدنا نشوف. طيب تسمع الجواب ان شاء الله، تسمع الجواب. نعود الى ام رامي. نعم، او عفوا موفق، ضغط العين لسه. فايش نسوي لضغط العين؟ ايش نسوي؟ بدنا نعطي اعشاب تخفف ضغط العين. طيب هذه انا قلت اكثر مره، في الامراض المزمنه الصعبه هذه في لها اعشاب تخصصيه غير مألوفة لدى الناس، فإحنا إذا قلنا استخدمي كذا وكذا كما يفعل بعض العشابين، هذه أنا حقيقة لا أؤمن بهذه الطريقة، هذا تخصص. فممكن بمراجعتنا إن شاء الله تستفيدي ومن فهمك كل شيء بالتفصيل بإذن الله. فلكن إن شاء الله في حل بإذن الله. بالنسبة لأم رامي وتساقط الشعر عند البنت، والآن في تساقط في الحاجب،
والله يعني أرجع حدي ثعلبة، يعني الدكتور قال لك هذا مش ثعلبة، لا ثعلبة هذه ثعلبة. فالشيء بتنقل يتنقل ويزداد بالتدريج وممكن يمسك مناطق أخرى غير الشعر الرأس، ثعلبة هذه ثعلبة واضحة زي الشمس. طب شو هي الثعلبة؟ أيضا الثعلبة قيل إنها تفاعل مناعي ناتج عن مشكلة نفسية في كثير من الأحيان، صدمة أو خوفة أو ضربة في الرأس، هذه الأشياء التي لوحظ أن لها علاقة بالثعلبة. طبعا إيش اللي بتشابه معانا في الثعلبة؟ اللي هي الفطريات، فطريات الرأس، لكن الفطريات دائما فيها قشور، فيها حكة، وبعدين الشعر ما بنزل نزول كامل، لا نسبي، يعني بكون في شعر لكنه قصير متفتت ضعيف، بينما الثعلبة بتكون الجلد ناعم جدا، ما في لا قشور ولا حكة ولا ما يحزنون، ناعم كأنه مثل بشرة الوجه، هذه ثعلبة، وخاصة إذا انتقلت إلى الحواجب أو الرموش أو غيرها. طب ماذا نفعل للثعلبة؟ حقيقة في الآن علاجات كثير للثعلبة ممتازة، ومنها عشبة القمح الخضراء، منها عشبة أسبيريولينا، منها عشبة المورينجا، ومنها استخدام الزيوت موضعيا، زيت جنين القمح برضو مفيد جدا. معنا اتصال، معنا الأخت سهام، تفضلي تفضلي يا أخت سهام. ألو ألو، أيوة تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي دكتور، بدي أسألك. علي صوتك شوي. ألو. أيوة علي صوتك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. لو سمحت دكتور بدي أسألك عن العسل، إذا بفيد لا سواد العيون. العسل في العين، يعني هل في مشكلة قصدك؟ سواد العيون. سواد حول العين؟ لا سواد العيون بالذات تحت العين، السواد بالضبط انه يعالجه السواد حول العين. طيب وفي عندي سؤال ثاني. تفضلي. انه بيفيد العسل لعلاج الكبد، انه ناخذ عريق العسل للكبد مفيد او لا؟ لايش؟ للكبد. للكبد؟ اه لامراض الكبد. طيب طيب تسمع الجواب. معنا الأخ يوسف، تفضل تفضل يا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ حياك الله. شو أخبارك؟ الله يسعدك دكتور. في عندي ولد عمره 4 سنوات ونص تقريبا، يعاني من شحنات كهربائية تدخل لمدة تقريبا من 10 إلى 15 ثانية، وأغلب شيء تجي عند النوم، هل فيه علاج هاي بالأعشاب ما بيسمه؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك، حياكم الله. نرجع لموضوع الثعلبة، فقلنا زيت جنين القمح موضعيا بنشط البصيلات، بالإضافة لعشبة القمح الخضراء أو المورينجا أو السبيريولينا، كل هذه الأشياء بتنعش وظائف الجسم الطبيعية داخليا، ويمكن استخدام من منتجات النحل غذاء الملكات، كثير مفيد برضه. بالنسبة للأستاذ أحمد الخطيب، البهاق هل له علاج؟ حقيقة في ناس كثير بروح عند الأطباء وعنده بهاق، فالدكتور بقول له ما في حل، أو ليزر أو بعطيه كورتيزون. في بعض الناس بيستفيدوا، في بعض الناس ما بيستفيدوا، وإذا ما استفاد من بدايتها بقول له روح وملكاش حل وعيش مع مرضك. طيب إحنا دائما بنقول طالما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إن هو إلا وحي يوحى قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وفي رواية علمه من علمه وجهله من جهله. طيب يعني هذا حديث صادق عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أنه أصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدكاترة والأطباء واضحة. وبعدين لاحظوا، يعني في ملاحظة قال ليها قالها أخ لي زميل فاضل، قال طالما إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الشفاء والأمراض وإلى آخره، وقال عن النحل ومنتجاته فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، ربنا بيقول فيه شفاء للناس،
ليش احنا ما بناخذ هذا الموضوع محمل الجد؟ ولا لما بس الاجانب يعملوا ابحاث عن العسل ومنتجات النحل والاعشاب بناخذها، واذا ما عملوا احنا بنستنى او بننكر انه في لها فوائد؟ سبحان الله العظيم. عندنا بلاش نحكي، خلاص خلينا سكتين. المهم فالبهاق له حل، له حل يا اخ احمد. طبعا لا شك انه بياخذ وقت. البهاق من العلل، ولو انه يعني هو تجميلي اكثر منه عله، يعني لا في حكه ولا وجع ولا قشور ولا شيء، انما هو لون لون. لكن عاد الناس بتاذوا من اللون، خاصه اذا كانت البشره سمراء وطلعت البقعه البيضاء، خاصه اذا طلعت في الوجه فهي مشكله، وخاصه اذا كانت فتاه بنت مشكله اكبر. فنحن نقول هناك طرق عديده لكنها بدها وقت وبدها متابعه حقيقه، فلابد من المراجعه ان شاء الله. بالنسبه للاخت سهام تسال عن العسل وسوداد حول العين. طبعا سوداد حول العين ما هي اسبابه؟ اسبابه اربعه في الغالب: الوراثه، السهر، ارهاق العين، ضعف الدم. واحد من هالاربعه غالبا. فاذا كانت وراثه، وراثه يعني ليس من السهل معالجتها. اذا كان ارهاق عين زياده فبدك تريح عينيك، يعني اعطي فرصه، ما تقرأي على ضوء خافت، ما تقرأي خطوط صغيرة جدا، ما تراقبي تلفزيون كتير، ما تكون في وهج في اللي بتقرأي زي آيباد ولا كذا، وهج شديد يرهق العين، وريح عينك بين حين وآخر. السهر، السهر أيضا كثير من البنات بيجونا والنساء سواد حول عينها مبين من أول ما تدخل العيادة، نقول لها أنت شو حكايتك؟ بتقول بسهر. فالسهر لا شك أنه مش بس لسواد العين، ما هو مدمر للجسم والصحة والعافية. فلا ننصح أحد بالسهر، لا ننصح أحد بالسهر إلا إذا كان وظيفته تتطلب ذلك، الله يعينه. ثم ضعف الدم، اللي عندهم دمهم 11 فما دون غالبا بصير فيه هالات سوداء حول العين. طب شو نسوي؟ لازم نعالج السبب يا جماعة، بعدين ممكن نستخدم منتجات إلها دور في تبييض ما حول العين. قد يدخل العسل في بعضها، لكن غالبا يعني تبييض العسل مش هديك القوة، في أشياء أقوى منه بكثير، مثل عصير البندورة، الليمون، الخل، الزيت، اللوز، المر، هذه كلها بتبيض أكثر. وفي منتجات طبيعية يعني تخصصية أكثر، قد توضع في كريمات طبيعية وتستخدم، وهو الأفضل حتى ما يصير في زيوت ودهن حوالين العين بشكل مزعج للست. أما بالنسبة لأمراض الكبد والعسل، طبعا العسل رائع لأمراض الكبد، رائع جدا، ومن أفضل العلاجات التي تستخدم لأمراض الكبد العسل وغذاء الملكات وعكبر النحل. هذول الثلاثة ممتازات لأمراض الكبد بشكل عام، سواء كانت أمراض فيروسية أم مناعية أم سددية، سدد كلها مفيدة. طبعا في أعشاب كثيرة بتفيد الكبد كمان، زي الهندبة، الخرفيش، عشبة القمح الخضراء، وكذلك نبات المورينجا وسبيرولينا، كل هاي بتفيد. فالنباتات اللي بتفيد الكبد حقيقة إنها كثيرة جدا جدا. معنا اتصال، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا دكتور؟ حياك الله يا أخي. بدي أسألك، في عندي بنت عمرها 20 سنة، نعم، طالبة الجامعة، يعني صار في عندها تساقط بشعرها، يعني تساقط شوي يعني مبين واضح يعني، وصار شعرها خفيف. أيوة. بدون سبب يعني، فكرنا من الشامبو من كذا، مش عارفين شو العلاج. طيب أعطيك نصائح إن شاء الله. الله يخليك يا دكتور، حياكم الله. الله يسلمك. معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام، سؤال تفضلي. الله يزيد فضلك. كنت بدي أسأل عن مشكلة سلس البول دكتور. كبار ولا صغار؟ لا كبار. سلس البول عند الكبار. طيب ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا، الله يحييك. فالآن منيجي لسؤال أخ يوسف وشحنات الكهربائية عند الأطفال. طبعا فيه زي ما حكينا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وحقيقة الشحنات الكهربية مرات بتكون عنيدة وصعبة، وكثير من أطباء الجهاز العصبي يعني بيعطوا جرعات هائلة مرات قوية، ومع ذلك الطفل سبحان الله يبقى يعاني. يعني مرة جاء طفل بياخد ستة أدوية لعلاج الشحنات. هذه الأدوية من قوتها وشدتها الولد دخل عندنا نايم،
نايم، أم حملاء وعمره 6 سنوات، أم حملاء نايم، نقول لها ماله مريض إشي فيه؟ بتقول لا الدواء بيعمله هيك. فترك المدرسة وأكله ضعيف وطول النهار مرمي في السرير من شدة أدوية المضادة للصرع. طيب شو هالعيشة هاي؟ أدويشة هاي؟ الله المستعان. فعلى كل حال فالحمد لله في نباتات طبية آمنة، منتجات نحل إلى آخره، بس هي طبعا زي ما حكينا الأمراض المعقدة المركبة ما نستطيع نقول لك سوي كذا أو سوي كذا تنتهي المشكلة، لا هذا كلام غير صحيح لأنه هذا تخصص. فإن شاء الله له علاج، فتواصل معنا وإن شاء الله خير. معنا اتصال، تفضل يا ست فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله دكتور لو سمحت بدي أسألك. تفضلي تفضلي. في السلام عليكم. وعليكم السلام، سامعك تفضلي يلا. في عندي بنت بضل عندها غازات في البطن وانفاخ وتخرجش إلا بملين، وعندها تساقط في الشعر كمان. كم عمرها؟ عمرها 25 سنة. طيب عندها مشاكل نفسية صحية أخرى؟ لا لا، هي يعني صار عندها زي توتر عصبي. فما بعرف يعني، فيهم بيشخصوا لها إنه الكولون وفيهم بيقولوا لها إنه يعني ما فيش أسباب لهذه الشغلة، بعطوها ملينات فقط. أيوة طيب طيب، أعطيكم نصيحة إن شاء الله. نعود إلى الأسئلة، خلصنا من سؤال الأخ يوسف، نيجي للأخ محمد. تساقط شعر، بنته عندها تساقط شعر ودون سبب واضح. شوفوا بالنسبة لتساقط الشعر هذا السؤال راح تستفيد منه برضو الأخت فاطمة بالنسبة لبنتها. فنقول أسباب تساقط الشعر عند الصبايا، عند الصبايا إما حالة نفسية توتر وكآبة نتيجة ظروف معينة طبعا أو دراسة إلى آخره، وإما نقص فيتامين بي 12 أو نقص الحديد أو نقص الزنك، هذه هي الأسباب المادية. افترضنا إنسان عمل كل التحاليل وما في شيء طبيعي ونفسيتها كويسة لكن عندها تساقط شعر، ننتبه للعين، العين والحسد. افترض احنا بنسأل هل التساقط هذا صار بعد مثلا حضور حفلة عرس خطبة إلى آخره وكان شعراتك مزبطات وما شاء الله عنك والنسوان قالوا يا سلام ولا شعر الخيل هذا، وتاني يوم بدأ التساقط، هذه عين حسد، والعين والحسد مذكور في كتاب الله. فالرقية الشرعية. أما الأمر الرابع فهو ما نعيشه حاليا من تلوث. إنسان بيشرب مشروبات غازية وبيأكل شوكولاتات ومعلبات وسندوشات جاهزة ويبتعد عن الفواكه والخضار والأشياء الطبيعية، أحد الأسباب أنه شعره بصير يتساقط، هذه أحد العوارض. معنا اتصال، معتصم تفضل. تفضل يا معتصم. معتصم يا معتصم. السلام عليكم. عليكم السلام، هي واحدة. عليكم السلام، تفضلي. ألو. أيوة تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. بدي إذا في مجال تحكي لي وصفة للمفاصل إذا بلاقي عندك للروماتويد. روماتويد آه. طيب. يعطيك العافية. الله يحييك، أهلا وسهلا. أيوة السلام. نعم. راح الصوت، راح. اسماعيل معنا، اسماعيل قطع، قطع الاتصال. نعم طيب، فهذه التلوث ممكن يسبب تساقط شعر كما ذكرت. فحينئذ ماذا ينبغي؟ استخدام النباتات الطبية الطاردة للسموم التي تراكمت في الجسم، مثل عشبة القمح الخضراء، عشبة الشعير الخضراء، الألفا ألفا، المورينجا، السبيريولينا إلى آخره، كل هذه طردات السموم، والإكثار من الخضار والفواكه. ممكن إعطاء بعض العلاجات الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات وزنك وحديد إلى آخره من باب الاحتياط حتى نقوي البصيلات أكثر، ثم استخدام الشامبوات الطبيعية والابتعاد عن الشامبوات الكيماوية، واستخدام البلسم الطبيعي والابتعاد عن البلسم الصناعي أو الكيماوي، والابتعاد عن السشوار إذا واحد بيستشور دائما، الشباب إذا بحطوا جل إلى آخره، كل هاي الأمور اللي بتضعف بصيلات الشعر موضعيا من مواد كيماوية نبعد عنها ونستبدلها بمواد طبيعية وهي متوفرة الآن ولله الحمد.
أبو إسماعيل تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة أول الله. أول شيء أشكرك على هذا البرنامج النافع. الله يجزيك الخير. ونشكر القناة على هذه البرامج اللي زي. الله يتقبل دكتور يا رب. بدي أسأل إذا سمحت، أنا زوجتي مصابة بسرطان الرئة. هل العسل مفيد لهاي هذا المرض؟ وفي وصفة مجربة يعني، لأنه بتعرف هي بتأخذ كيماوي والجرعات الكيماوي بتخرب الجسم أكثر من المرض نفسه. نعم صح. إذا يعني في وصفة طيب. الطب البديل نعطيكم النصيحة إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك. أبشر الله. أبشر إن شاء الله. الله. ميساء تفضلي. تفضلي يا ميساء. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. معلش بدي أسأل السؤال. تفضلي. بنتي عمرها 3 سنين ونص. يعطيك العافية. أيوة سامي كملي. معلش بدي أسألك. بنتي عمرها 3 سنين ونص. أخذتها طلع على إيديها وعلى إجريها بقع هيك حمراء، وبعدين بتصير زي بيضة هيك في قلب الجلد، من جوا الجلد. فأخذتها على كذا دكتور، يقولوا لي كلياتهم أكزيما. فرديت هيك أخذتها على أخصائي، حكى لي مرض اسمه الحزاز النخالي المزمن. في له علاج يعني من الأعشاب أو شيء؟ طيب. وحكي لي شوي عن المرض يعني هذا. طيب طيب تسمع. لأنه فجأة طلع على رجليها وعلى إيديها، بس ما عدا جسمها، ما عدا أشخاص ثانيين، بس بإيديها وإجريها. وما في حكي ولا أي شيء. نعم نعم. يا ريت تشخص الوضع وتعزف طيب. ابشري. يعطيك العافيه. السلام عليكم. ان شاء الله. معنا سؤال. امنه عبد الرحمن تفضلي. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي الدكتور بدي اسالك سؤال، متى يفقد العسل خاصيته، وما هي المؤثرات اللي تجعل العسل يفقد الخاصيه، خصائصه العلاجيه؟ متى يفقد خصائصه العلاجية إذا تخزن في مكان، يعني متى العسل يصبح غير نافع؟ سؤال جميل هذا، ممتاز، أحسنت أخ عبد الرحمن وشكرا لك. الله يسعدك. أهلا وسهلا بك. طيب نعود إلى الأسئلة. فكنا نتحدث عن تساقط الشعر، خلصنا. الآن بالنسبة لسلس البول عند الكبار، سلس البول عند الكبار يكثر خاصة عند النساء، ربما السؤال عند النساء لأنه الرجال غالبا بتكون مشكلة بروستات عندهم، أما النساء فبكون عندهم إشكالات في الجهاز البولي، إما في عندهم تهبيطة أو كثرة الولادات أضعفت مرابط الحوض عندهم وبطلوا يسيطروا على المثانة. مظبوط. بعض النساء عندهم مشاكل عصبية، ممكن في الظهر ديسكات أو صار عندها ضعف أعصاب نتيجة مشاكل أخرى، فبصير في ضعف وسلس بول. كيف نسوي؟ في عشبة، ممكن نستخدم طريقتين، طريقة المغاطس ببعض الأعشاب زي نبات البطباط أو عصر راعي اسمه، المغاطس بعصر راعي، نبات عصر راعي أو توت العليق، هذول اثنين ممتازات، أو البلوط، هي ثلاثة، مغطس في إحدى هذه النباتات ثم تناول نبات اسمه ذيل الفرس، نبات ذيل الفرس يسحق ويسف، ممكن غليه وشربه أيضا، لكن سحقه وأخذه سف مع لبن مع عصير أفضل، فهذا يقوي المرابط. وفي بعض العلاجات الجاهزة اللي طعمها بيكون متقبل أكثر من المرضى، لكن ما نستطيع نقول أسماء تجارية على التلفزيون. معنا شروق تفضلي. مرحبا. يا هلا دكتور. بدي أسألك، هلا أنا بصير كتير معاي بالليل ما بعرف أتنفس، بصير بصعوبة أتنفس، بصير معاي دقات قلبي بسرعة، يعني بحس شوي قلبي بيطلع كتير، بصيرني دقات يعني بحسها سريعة ومش منظمة، وثاني إشي بالمرة ما بصيرني يعني ما بعرف أتنفس، وكتير بفتح شعري بتساقط. أنت عندك سدد في الأنف مثلا؟ شو؟ سدد أنفك مسدود بتتنفسي من فمك؟ لا 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 لا، يعني بالنهار وضعي عادي طبيعي بتنفس عادي، بس بصيرني توتر مش كتير كتير من فراغ، يعني ما عندي مشاكل ما عندي إشي، بصيرني توتر وكتير تعب. طيب. طيب ماشي. أنت عصبية وحساسة؟ لا 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 ولا إشي، بس عند الليل بصير فيك هيك؟ بالليل بالليل أكتر إشي، مرات بالنهار بس قليلة قليلة، يعني جزء الشهر مرة بالنهار، بس تغلب إنه بالليل يعني يوميا. طيب تحلم أحلام مزعجة؟ آه
مرات لما ما بقدرش بحس بحلم انه حد ضاغط على نفسي. طيب اعطيك نصيحة ان شاء الله. الله يحييك، اهلا وسهلا. نعود الى سلسل بول انتهينا منه. منقول بالنسبة للست فاطمة عندها بنتها عندها غازات ونفخة وتساقط شعر، تحدثنا عن تساقط الشعر. بالنسبة للغازات والنفخة والإمساك، هاي اضطرابات قولون، غالبا هذا قولون عصبي صحيح. في ناس بتميز عندهم بالإمساك والنفخة، في ناس بالإسهال إلى آخره. فيستحسن استخدام الأعشاب اللي ذكرتها قبل قليل مثل الكراوية، البابونج، المليسة، الكمون، النانخة، الكزبرة، الزنجبيل، النعنع. اغلي وحلي بالعسل او اطحني وسفي، خليها تسف. ممكن استخدام احيانا بعض الاعشاب الملينه مع هاي التركيبه زي السنمكي، تحطي كميه بسيطه مع هذه الاعشاب ممتاز. او تناول 3 تمرات قبل النوم، 3 تمرات، او تناول كوب من العسل، الحليب المحلى بالعسل صباحا على الريق، برضه بيحرك الامعاء وبريحها ان شاء الله. بالنسبه لابو اسماعيل، معنا ابو طلال، تفضل. كيف بتبيعه؟ هلا هلا، تفضل ابو طلال. سبعة بلاستيك من الثمانية. تفضل ابو طلال، تفضل اسال. ناخذ الثمانية بلاستيك. ماشي، ابو طلال ملهي بالحديث. 16 يا ابو طلال. يا ابو طلال احكي يا رجل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. معك. اسال. بدي بس اسال والله بالنسبه لل ايوه. بدي اسالك الدكتور سيدي عن اكزيما عندي مزمنه جدا في قدمي. تقريبا لها 30 40 سنه يعني حسيت. طيب. طيب اكيد استخدمت مراهم كورتيزون واشياء كثيره. طيب خلص تسمع الجواب ان شاء الله، لانه انت بتسمع عن طريق التلفزيون راح تاخرنا هيك. عوض ايش؟ عاهد يا عاهد، تفضل. عهد علي. ايوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا، تفضلي. انا طالبة جامعة. اهلا وسهلا بيكي. عمري 21 سنة. بعاني من تساقط بالشعر. قبل فترة رحت عند دكتور جلدية حكى لي لازم تعملي فحص دم. طيب. عملت فحص ومطلع ما في اشي، سليم ودمي قوي يعني ما في اشي. فحكى لي اعطاني وصفة زنك وهيك. ما اشتريت الدواء. ايوه. يعني ترددت اني اشتريه. ونصحوني الناس اني استخدم صابونة نابلسية واترك الشامبو ما استخدمه. بس ما حسيت في تغير يعني. صح، لانه هاي وصفات ضعيفه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب. ام احمد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا مرحب. دكتور لو سمحت بدي اسالك شو سبب الشيب في صغار السن؟ يعني ابني توجيهي في راسه في شيب، ايش السبب يعني؟ الشيب يعني المبكر. شعره فيه شيب كثير. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا، اهلا ومرحبا. نعود الى الروماتويد. مرض الروماتويد طبعا من الامراض ايضا المناعيه اللي بتصيب المفاصل، وخاصه المفاصل الصغيره في الايدين والرجلين، ومرات بتصيب الركب، ومرات بتصيب العضلات، وبتعمل تيبس صباحي وعدم تحمل للبرد وصداع وضعف دم إلى آخره. فالله المستعان. شو نسوي للروماتويد؟ الروماتويد طبعا أشياء كثيرة بتفيده غير الكورتيزون والميثوتركسيت والإميوران وغيرها من الأدوية التي لها أثار سلبية ليست سهلة أبدا على المريض. لكن طبعا يعني دائما أنا بقول لإخواننا وأخواتنا المشاهدات، الأمراض الصعبة المركبة يصعب أنه نعطي وصفة هكذا ونقول لك استخدمي كذا بالطيبة، لا، هذا كلام غير صحيح، وهذا ما يخطئ به العشابون كثيرا. بعطي وصفات لكل الأمراض على الشاشة، يلا، ما هو هذا، ما هو طب، هذا تخصص.
احنا الامراض الخفيفه بنعطي وصفات كما تشاهدون للقولون لكذا لتساقط الشعر، اما الامراض المركبه المناعيه فلا بد من المراجعه لانه هي بدها متابعه طويله وحثيثه ونصائح وارشادات وتفاصيل ونصائح غذائيه اشياء كثيره، فعليك بالمراجعه وحياكم الله. بالنسبه لاخ ابو اسماعيل، سرطان الرئه، سرطان الرئه طبعا يعني نسال الله العافيه للمريض، فنقول بانه السرطان بشكل عام طبعا في الطب الحديث بعطوا هالبروتوكولات العلاجات الكيماويه المعروفه لدى الاطباء والتي درسوها وتعلموها وخبروها، ودائما غالبا الاطباء للاسف الشديد بيقولوا المريض ابعد عن الاعشاب، ابعد عن منتجات النحل، ابعد عن كل شيء، بنخاف انها تتلخبط مع الكيماويات وتعمل لنا مشكله، وهذا الكلام غير صحيح، واثبتت الدراسات بأن استخدام المنتجات الطبيعية جنبا إلى جنب بل بالعكس تسبق الكيماوي بيكون أفضل، لأن المريض بصير عنده مناعة قوية، بنية تحتية قوية، والعلاج بيزيد حساسية المرض نفسه الخلايا السرطانية للعلاج الكيماوي، يعني بصير العلاج الكيماوي مفعوله أحسن. ولو علم الأطباء الأونكولوجي هذا الكلام لتسابقوا وتهافتوا على العلاج الطبيعي جنبا إلى جنب مع العلاج الكيماوي، لأنه هذا بينجح خطتهم العلاجية والمريض بنبسط وبشكرهم، وشكر الله هو الأول طبعا. فثبت هذا الكلام إنه العلاجات الطبيعية تطرد السموم والمواد التي سببت وهيجت الأمراض السرطانية. تنين العلاجات الطبيعية العسل ومنتجات النحل وكل هذا بتقوي المناعة، وكلما قويت مناعة المريض كلما سيطر الجسم على الموقف أكثر وسيطر على الخلايا السرطانية. معنا لسه احنا في مجال للاسئله ولا بكفي؟ تفضل يا محمود. تفضل يا محمود. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك دكتور؟ الله يسعدك ويرضى عليك. دكتور بدي اسالك بالله عن البواسير الداخليه والخارجيه، صاحب بواسير داخليه وخارجيه من فتره تقريبا 5 سنوات. وقبل فتره يعني شد كثير معي، فاحيانا يصير معي نزف ويصير يعني الام شديده. والام. ايش العلاج؟ طيب طيب تسمع النصيحة إن شاء الله. بارك الله فيك. آخر سؤال مين؟ فاطمة، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يرضى عليك. معلش لو سمحت، عندي بحس بشرتي ناشفة وفيها زي بعمل حكة يعني من النشاف. جفاف بشرة مع حكة. وزي بيطلع لي هيك يعني بس أحكها بتأشر يعني. هل أنا دائما بعد الاستحمام بستعمل زيت وهيك شغلات؟ صيفا وشتاء؟ نعم. بالصيف والشتاء نفس الشيء؟ تقريبا بس بالشتاء اكثر طبعا. بالشتاء اكثر. طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني في مجال؟ تفضلي. طلع لي قبل فتره كم من حبوب هيك في وجهي، واعطاني الدكتور بسبب حساسيه، انا كنت اكل جوز دائما فاكتشفت انه بيعمل لي حساسيه. فاعطاني مقشر، فهلا محل الحب صار زي الحمار وهيك مضايقني يعني، فايش ممكن استعمل عشان يروح محل الحب؟ طيب تسمع الجواب. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بك. نعود للاسئله. فذكرنا فوائد المنتجات الطبيعيه النباتيه في علاج فالعسل ومنتجات النحل كلها يا ابا اسماعيل بتفيد مريض السرطان، وانصح بهذا بشده. بالعكس غذاء الملكات اثبت انه له قدره على مكافحه الامراض السرطانيه، وبنفس الوقت بقوي المناعة، وناس كثير استخدموه في هذا المجال، فننصح بتناول غذاء الملكات بالعسل. طبعا في نقطة حلوة انه اذكرها، في كثير من الاطباء للاسف للاسف وصيادلة بيعتبروا العسل سكر، فبقول لك لا تاخذوا عسل يا مريض السرطان لانه في سكر، والسكر بغذي الخلايا السرطانية، وهذا تقزيم لدور العسل، تقزيم للاسف. العسل فيه اكثر من 300 مادة فعالة طبية بالإضافة للمواد القاتلة للسرطان وغيرها الكثير والمضادات الحيوية الطبيعية، بكفي ربنا قال فيه شفاء للناس، فهذا مفهوم تقزيمي للعسل، فما نسمع هذا الكلام، بالعكس نأخذ العسل. بالنسبة لميساء عندها بنت عندها الحزاز النخالي، الحزاز النخالي هو عبارة عن برضو تفاعل مناعي بيشبه الإكزيما بيشبهها، لكن بكون خفيف وحكته أقل، لكن بيعمل احمرار خفيف ومرات قشور خفيفة جدا، غالبا هي تعالج برضو بطريقة الإكزيما نفس الطريقة تقريبا، ممكن الأطباء يعطوا مراهم ومطريات وكورتيزون محلي فبتلاقيها خفت. عادة في الطب
لو هذا الحساس انه خلي ما عولج ممكن خلال 3 إلى 4 شهور يزول تلقائيا لحاله، لكن احنا ننصح باستخدام القريص والكركم، اغلي قريص وكركم مع بعض وشربيها، طالما هي بنت صغيرة شربيها يعني مقدار نصف فنجان قهوة مرتين في اليوم من هذا المغلي وحليه بالعسل عشان تتقبله وتستفيد منه. وممكن تستخدم كريمات تحتوي على الصبار، جل الصبار خارجيا على المناطق المصابة، فرضه بفيدها جدا إن شاء الله. بالنسبة للأخ عبد الرحمن سؤاله المهم، متى يفقد العسل خصائصه العلاجية؟ هذا سؤال مهم. الآن قال تقول الأبحاث إنه إذا حفظ العسل في مكان بارد ولم يتعرض للشمس المباشرة يحافظ على فوائده الطبية العلاجية 25 سنة، 25 عاما لا يتغير بإذن الله. أما إذا تعرض لشمس وحرارة أو رطوبة وكذا لا، بتقصر عمره بسرعة، بيقصر عمره. صح أنه بضل عسل وبضل طعمه حلو وممكن ناكله، وكما هو معروف وجد عسل من أيام الفراعنة في الأهرامات يعني عمره 5000 سنة عسل، وتذوقوه وجدوه عسل طبيعي ما تغير طعمه بشكل واضح. لكن طبعا هذا خصائصه العلاجية الآن زالت، خصائصه الطبية ما عدا خصائصه التحلية، بس ظلت التحلية. فكما ذكرت 25 سنة يحتفظ بخصائصه حسب الدراسات العلمية. بالنسبة للأخت شروق، دقات سريعة إلى آخره وأحلام مزعجة. بصراحة يا شروق يبدو أنه مشكلتك مشكلة روحانية، روحانية، فعليك بالرقية الشرعية. ارقي نفسك بصورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات إلى آخره، راح تشوف أنه هاي الأمور دقات القلب الزائدة والأحلام المخيفة تزول عنك بالتدريج بالتدريج، لأنه ما في، أنت أعراضك ما هي طبية، نقول تقع ضمن أطر طبية. فارقي نفسك أو خلي والدك يرقيك أو أمك إلى آخره بكون أحسن، وأرجو لك العافية. أبو طلال، إكزيما مزمنة في الرجلين من 40 سنة. والله الإكزيما المزمنة طبعا بصير عنيدة عنيدة، يعني الشيء القديم أعند من الشيء الحديث. فأنصحك يا أبو طلال إنك تراجعنا حتى نمشي معك بخطة متكاملة، ونسأل الله لك العافية. بالنسبة للعهد برضو تساقط شعر، الفحوصات طبيعية أعطوها أشياء خارجية. شوفي عهد، أنا قبل شوي بجوز راح عليك الجواب، أنا قلت إنه إذا ما في إذا ما في نقص في الزنك والحديد والبي 12 وغيره بكون مما نعيشه الآن من تلوث نتيجة مشروبات غازية، تناول اللحوم الجاهزة المرتديلا أو أمثالها، تناول الشوكولاتة والجبنة الصفراء وإلى آخره من هاي الخرابيط كلها اللي بيكلوها البنات، وخاصة البنات الآن ابتعدوا عن تناول الخضار والفواكه ما بيحبوها، بأكلوا شوكولاتة بأكلوا شيبس إلى آخره. فهذه تراكمها في الجسم بضعف بصيلات الشعر، لأنه زادت أشياء معينة بنسميها free radicals، الشوارد الحرة زادت كتير في الجسم، فهذه بتضعف بصيلات الشعر عند بعض البنات وبتخليها تتساقط. فعليك بتناول الخضار والفواكه بكثرة، الابتعاد عن الأشياء الضارة اللي ذكرتها لك، وتناول عشبة القمح الخضراء أو سبيريولينا أو المورينجا، هدول الثلاثة بغذوا بصيلات الشعر داخليا مع استخدام الشامبوات وجل الصبار. في أمبولات للصبار الآن متوفرة، هذه بتستخدميها قبل الشامبو بساعة، وإذا ما في قشرة طبعا، وإن شاء الله 3 مرات في الأسبوع بصير عندك علاج داخلي وخارجي. وفي بعض المحاليل الآن في الصيدليات برضو طبيعية 100% مقوية لبصيلات الشعر. الآن بالنسبة لسؤال أخت أم أحمد، أسباب الشيب المبكر، فعلا صرنا نشوف الآن شباب وبنات صار الشيب يظهر عندهم مبكرا من التوجيه أو 17 سنة بيبدأ يظهر. الحقيقة هذه فيها قضية وراثية غالبا. تنين، احنا بنعتبر الشيب زوال لونه، يعني هاي قضية فيها شيء من الهرم ايجينج. فشو اللي خلى هذا يستعجل؟ أكيد المأكولات اللي بيأكلوها الشباب الآن اللي كلها مضار وفيها مواد حافظة ملونة منكهة ومش عارف شو، هذه بتعجل في ظهور الشيب. فننصحه بالغذاء الصحي، تناول عشبة القمح الخضراء لأنها راح تأخر ظهور الشيب إن شاء الله، وبتظل الوراثة يعني لها دور ما نستطيع إنكاره.
بالنسبة للأخ محمود بواسير خارجية وداخلية ونزيف وآلام، أنصحك يا أخ محمود بمراقبة القولون. القولون إذا تهيج بتهيج البواسير، بتهيج البواسير وبتتعبك، فراقب القولون. خلي غذائك دائما صحي، خضار وفواكه، تجنب الخبز الأبيض، غيره إلى الخبز الكامل، كل فريكة بدل الرز، تجنب المعكرونة وأمثالها والحلويات، وتجنب أيضا الحليب والشوكولاتة وأمثالها، كل لبن، عليك باللبن، اللبن رائع للقولون. فهذه واحدة. اثنين، أنا متأكد أنك في رمضان استراحت البواسير عندك نسبيا، أكيد هذه إن شاء الله. أيضا استخدام المراهم الطبيعية التي تهدي البواسير، واستخدام مغاطس، إما البطباط أو توت العليق أو البلوط. اعمل مغطس 10 دقائق من حين لآخر إذا شعرت أنه الأمور يعني متعبة ومزعجة. إذا تيسرت لك تحاميل البروبوليس فهي رائعة للشرخ، إذا صار في شرخ وألم تحاميل البروبوليس رائعة جدا وسريعة المفعول. بالنسبة للأخت فاطمة، جفاف البشرة بعد الحمام، في طبعا ناس عندهم بشرة جافة، وفي ناس بشرة دهنية، وفي ناس بشرة عادية، وفي بشرة ميكست مخلوطة هيك وهيك. فأنت يبدو أن بشرتك جافة، فبدك تنتبهي ما تستخدم الصوابين ولا الكريمات ولا الأشياء اللي بتجفف البشرة وبتقشرها كثير، لأنه راح تتعبي. هاي الدكتور معطيك مقشر فظهرت بقع حمراء وإلى آخره في البشرة، ما تحملت المقشر، المقشر بيجفف. فعليك باستخدام المراهم والكريمات الطبيعية اللي فيها مادة الجليسرين كويس طبعا، والصبار، مادة الصبار ملين البشرة مطرية كثير. في كريمات الآن موجودة الحمد لله في الأسواق فيها مواد طبيعية تغذي البشرة وبتطريها وبتمنع جفافها وتقشرها. وأنصحك أيضا باستخدام الأوميجا 3، أوميجا 3 برضو بفيدك كثير وبحسن البشرة، أو حبوب الكولاجين برضو بتحسن لك البشرة وبتطريها، بصير عندك داخلي وخارجي إن شاء الله، فبتستريحي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حياكم الله وبارك الله فيكم على تفاعلكم، وأسأل الله للجميع الفائدة. نلقاكم الثلاثاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.